وانطلاقا من تعزيز التعاون التنموي بين الجانبين، وقعنا اليوم اتفاقية قرض تنموي مقدم من الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز معاهد متخصصة في المجالات الحيوية العلمية بقيمة 40 مليون دولار. تنطلق أهمية التعليم في كونه الداعم الأساسي لتمكين الطلاب والطالبات ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم وتأهيلهم للفرص الحيوية في حياتهم، وذلك للإسهام في تحقيق التطلعات التنموية في البلاد. مرحبا بكم مرة أخرى سعادة السفير سيد الرئيس، واليوم لتوقيع هذه الاتفاقيات. من العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط المملكة العربية السعودية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، إن النهوض بالقطاع التعليمي والرفع من التنمية البشرية هو إحدى الأولويات الكبرى لفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ القزواني، والتي تعمل الحكومة على تشييدها سبيلا إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتلبية طموحات المجتمع الموريتاني وخصوصا الشباب.